عبس خلال دقيقة وقت قصير تشرح لنا عن موضوع الصيام؟ عندنا صومين، 3 أيام قبل عيد خانكار وثلاث أيام قبل عيد قوال طاسوة. صيام عندنا نفس الصيام الإسلامي اللي هم بالنهار يمتنعون من الأكل. جميل. عندهم صومين 3 أيام قبل عيد خاوينكار وقبل عيد قول طاس، نعم عبارة عن 3 أيام هم أيضا يصومون مثلهم مثل المسلمين.